السلام عليكم، لقد شرت على نهايتي. مرحبا بكم في قناة تاعنا تي في إيداتي. أقدم لكم شيء يا إيداتي. هاد الشجرة زرعناها أنا وخويا عبد الحميد أختي رامي، ما بغاتش تبان معنا. دابا نشرح لكم كيفاش درناها حتى نكتناها. هادي أختي فاطمة الزهراء اللي ما بغاتش تخلينا نصورو سنتين. دابا نقدم لكم الأدوات اللي غنحتاجو. طبعا غنحتاجو لوان تاع وكنحتاجو الماء، كنحتاجو الكاس، كنحتاجو جوج عواد ديال الفواكه والأسماك. يلا معنا نشوف الطريقة. نبداو نخلطو في الماء في الكاس. بعد لا كوكو غنديرو فيها واحد من هنا، وغنديرو في الشام الأخرى. الضوء ديال هاد الجوج هما يتبتو لينا هاجي فوق هنا باش ما طيحين تحت. لكن إذا بنا شيئا كان فيها الضوء حتى تخرج الجذور ديالها. كل يومين بدلي هذا، من الأحسن تكتبو عليها التاريخ 4 ماي 2019. إلا كبرت ليها الجدر نديرها في قرعة بحال هادي. الفيديو الجاي إن شاء الله نزرعو نفس الجنة. شكرا بزاف على النصائح اللي عطيتونا. إلا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ديالنا تي في إيداتي. إلى اللقاء.